استشهد الحاج جواد الحاوي يوم أمس الاثنين 17 من مارس الجاري بعد استنشاقه الغازات السامة التي أطلقتها قوات النظام في مواجهتها للتظاهرات التي شهدتها جزيرة سترة. استشهد جواد أحمد كانت برا في فعالية يعني طلق وجدوا المدرعات تمشي وتطلق. ذا البابا كانوا في البراد اشترى النقراض حق المدرسة. جاء فرد كرتون الماي وين ليش الحمام غسل. وفور إعلان عائلة الشهيد نبأ استشهاد الحاوي والبالغ من العمر 48 عاما خرج الأهالي في تظاهرات غاضبة واشتبك شبان مع القوات المتمركزة في المنطقة. وقد لجأ متظاهرون في بلدة الده والقرية إلى ردع مركبات عسكرية كانت في وضعية الاستعداد لمهاجمة المتظاهرين. وكانت مناطق البحرين قد شهدت تظاهرات وفعاليات واسعة حيث خرجت حشود من الأهالي في ذكرى اعتقال قيادات الثورة في النويدرات وجد حفص والدير والدراز. وقد هتف المشاركون بهتافات الثورة والمطالبة بإسقاط النظام. نحن للرمز فداء، نحن للرمز فداء، نحن للرمز فداء. كما نفذت عمليات ميدانية في مناطق أخرى تحت عنوان القادة الأوفياء. الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. القوى الثورية نظمت فعاليات ومسيرات شعبية وفاء لذكرى الشهداء. وأقام تيار الوفاء الإسلامي تأبينا مركزيا في ذكرى الشهيدين أحمد فرحان وعيسى رضي بحضور عوائل الشهداء. القيادي في التيار السيد مرتضى السندي أكد في كلمة في المناسبة بأن قادة الاحتلال السعودي والخليفي وبعد مرور 3 سنوات من الثورة لم يحطموا أحلام شعبنا وكسر إرادته. سنقضي على ثورتكم، سنبدد أحلامكم، بل سنقضي عليكم. ولكن جاء ردهم، جاء الرد عليهم من قبل الشهيد فرحان: افلقوا هاماتنا فإنها لن تنحني، اقتلونا فإنا لن نستسلم، ارمونا في الشوارع فإننا لن ننهزم، لن يرهبنا الموت الأحمر، فنحن عشاق الشهادة. فكانت وفي سياق الصراع الخليجي استبعد سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي انفراج ما أسماه بالأزمة مع قطر. ونقلت مصادر صحافية نفيه وجود وساطة دولية لحل هذا الخلاف. ومن جهة أخرى نقلت صحيفة السفير اللبنانية بأن النظام السعودي يواجه صعوبات متراكمة في البحرين، ولم تستبعد الصحيفة أن يؤدي استمرار الثورة إلى رضوخ السعودية أو ما أطلق عليه متابعون بانكسار الشوكة السعودية في البحرين.